السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سر شاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. لو انت بتشتغل بالبيفت تيبل، ودي حاجة مفروغ منها ان انت كده كده لازم تشتغل بيفت تيبل، فمن ضمن الحاجات اللي انت هتشوفها في البيفت تيبل لما تيجي تعمل بيفت تيبل، بص يعني تيجي تعمل هنا انسيرت بيفت تيبل وهتقول له مثلا انا عايزها في نيو ورك شيت ولا في اكزيستنج، خليها مثلا في نيو ورك شيت مثلا، واحط مثلا رقم البائع وبعد كده اسم المنتج. بص كده ركز في الحته دي كده، بص المنظر ده كده اللي هو البائع واسم المنتج، وبعد كده نحط مثلا عدد القطع وقيمه الفاتوره. فالمنظر ده انت بقى بتضطر تعمل ايه؟ فبتيجي هنا في كلمه ديزاين وتيجي تعمل هنا ريبورت لاي اوت، وتخلي الريبورت ده تخليه في الشو ان تابيولر فورم. انت ممكن تعمله باكتر من حاجه، بس احنا يعني الاغلبيه بتحملها هنا كده شو ان تابيولر فورم، فبيخلي البايع وقدامه المنتجات بتاعته. وتروح عامل هنا كلمة repeat all علشان رقم البايع يبقى قدام كل المنتجات، اهي repeat all تمام. وبتشيل بقى اللي هي السبتوتل، وبعد كده تيجي هنا don't show subtotal تمام كده، علشان يبقى بالمنظر الجميل ده اللي هو ايه، يبقى البايع وقدامه المنتجات بتاعته وقدامه عدد القطع وهكذا لحد الاخر. فانا دلوقتي جاي اقول لك بقى ايه، ان في حاجات بقى في البيفت تيبل تقدر تعملها بمجرد ما تعمل البيفت تيبل هي تتسمى على طول. احنا عملنا ايه؟ احنا عملناها في تابيولار فورم وخليناها كمان نعمل ريبيت. فهنيجي بقى هنا بقى دي بقى التركية بقى فايل، ونيجي عند كلمة اوبشن، ونيجي عند كلمة داتا. داتا دي اللي تخص البيفت تيبل، ونيجي عند ايديت ديفولت لاي اوت. اللاي اوت بتاعة البيفت تيبل بيقول لك ايه، شو اول سب تيتل سب توتال، لا اقول له دونت شو سب توتال، مش عايزين سب توتال. و شو انت كومباكت فورم، لا انا عايزه تابيولر فورم تابيولر. وبعد كده ندوس اوكي تمام، ودوسنا اوكي هنا، وهنمسح اللي هو الشيت ده كده، وهنبتدي نعمل البيفت تيبل من اول. هنعمل انسرت بيفت تيبل، وبعد كده ندوس اوكي تمام، فتح لي شيت جديد. وبعد كده نحط مثلا رقم البيع، ركز بقى رقم البيع، كان نحط اسم المنتج، بص ركز اسم المنتج اتضافت على طول، وبعد كده نحط قيمه الفاتوره، وبعد كده عدد القطع. بص لو تلاحظ ايه ناقص، بس الحته الاخيره بتاعت ان احنا نعمل ايه، نعمل الريبيت. احنا ما عملناش ريبيت، باين علينا اهو كاكاونت، لا دي داتا، ونعمل دونت شو سب توتال وريبيت اول ايتمز. ريبيت اول ايتمز دي نسينا نختار الحته دي، ريبيت اول ايتم. وتقدر كمان تعمل اوبشنز جوه الداتا جوه البيفت تيبل كتير قوي. بعد كده ندوس اوكي واوكي، وندوس اوكي هنا، ودي اخر حاجه نعمل برضو، نعمل ديليت ونعمل الاول خالص، نعمل انسرت بيفت تيبل نيو ورك شيت. فتح لنا الورك شيت، بص رقم البائع اسم المنتج، بص ركز اتعملت لوحدها، وبعد كده عدد القطع، وبعد كده قيمه الفاتوره. ايه رايكم؟ بصوا اتعملت في اقل من خطوات بسيطه جدا، تقدر تعمل تظبط اللاي اوت او تعمل لاي اوت او تعمل شكل البيفت تيبل اللي انت عايزه بمزاجك، وتقدر تظبطه بحيث ان انت لما تيجي تشتغل بيفت تيبل يسمى على طول اوتوماتيك بدل ما تعمل خطوات كتير. بس كده، فتابعني ان شاء الله عشان تستفيد اكتر واكتر في الاكسل. كان معكم محمد تحسين من قناه سر شاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.